لبيك طرابلس لبيك، لبيك يا طرابلس لبيك. ذكرت مصادر موثوقة بأن نقل المقاتلين المتطرفين من إدلب في سوريا إلى ليبيا يتم عبر الأراضي التركية بواسطة طائرات شركة الأجنحة الليبية المملوكة من قبل عبد الحكيم بالحاج. بالحاج هو أحد قادة الميليشيات المتطرفة في ليبيا، ويقيم منذ مدة في تركيا ويدير إمبراطورية مالية بدعم تركي قطري، وهو مطلوب للقضاء في ليبيا بسبب تورطه في العديد من العمليات الإرهابية. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عبر أمس عن قلقه من تدفق المتطرفين على ليبيا من محافظة إدلب السورية. أضاف بوتين في مؤتمر صحفي في روما بعد أن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن موسكو تأمل أن توافق الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات والدخول في عملية سياسية لحل مشكلات البلاد. للتعقيب ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي. دكتور محمد أهلا بحضرتك. يوم سعيد مبارك، تحياتي. أهلا بحضرتك. إذن هذه المصادر ذكرت تورط عبد الحكيم بالحاج وشركته في نقل المتطرفين من إدلب إلى ليبيا، تعقيب حضرتك على هذا الخبر وهذه الاتهامات أيضا. عبد الحكيم بالحاج أحد قادة تنظيم القاعدة، وهو رئيس الجماعة الليبية المقاتلة وهي فرع من فروع تنظيم القاعدة. الرجل كان برفقة بن لادن والظواهري في أفغانستان، تم القبض عليه من قبل المخابرات الأمريكية وسلمته للبريطانيين، ثم سلموه البريطانيين إلى ليبيا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي. بقى في السجن الى 17 قبل 17 فبراير في فتره المصالحات او المراجعات اللي عملتها الجماعات الاسلاميه تم الافراج عنها في 17 فبراير 2011 عندما حصلت الاحداث في ليبيا، اتوا به القطريين ضمن مجموعه من العناصر القطريه، هو صناعه قطريه بامتياز. وانا اعود معكم لاستكمال هذه التغطيه من الان. رغم الدعم غير المحدود الذي يقدمه النظام التركي للميليشيات الارهابيه الموجوده على الاراضي الليبيه، فان الجيش الوطني الليبي واصل تحقيق تقدم ملحوظ في معركته من اجل تحرير العاصمه طرابلس من سيطره الجماعات الارهابيه. اترككم الان مع هذا التقرير. نجاحات متوالية يحققها الجيش الليبي الواحدة تلو الآخر، وآخرها تدمير القوات الليبية لغرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل مطار معيطيقة، وذلك بعد تمكن الجيش من تدمير طائرة تركية مسيرة في المطار، والتي تعتبر الرابعة التي يعلن تدميرها منذ بدء عملية تحرير طرابلس من الإرهاب. دور دنيء لطالما لعبته أنقرة داخل ليبيا في ظل المعركة الدائرة بطرابلس، وذلك بدعمها للميليشيات الإرهابية وتقديم غطاء جوي لها بواسطة طائرتها المسيرة. ووسط هذه التطورات اشتدت الأوضاع الميدانية سخونة، واستهدف الإرهاب مركزا لإيواء المهاجرين في تجوراء شرق العاصمة طرابلس، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء في جريمة جديدة تضاف لسجل الميليشيات الإرهابية. الجيش الليبي، وعلى لسان المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، أكد أن الميليشيات الإرهابية في طرابلس دبرت تلك المؤامرة في محاولة لإلصاق التهمة بالجيش، مطالبا بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الميليشيات في ليبيا. هذه العملية ليست من القوات المسلحة على الإطلاق، والقيادة العامة براءة تماما من هذه الجريمة التي ارتكبت من قبل الميليشيات الإرهابية، باعتبار أن انفجار مقر الذي هم يدعون أنه للهجرة غير الشرعية تم بعد 17 دقيقة من الغارة الجوية.
17 دقيقة تأخير في تنفيذ العملية التي اتفقوا عليها ما بين بعض الإرهابيين من نصرتا ومن طرابلس على استغلال الضربات الجوية بشكل سلبي ضد القوات المسلحة، وهي أن يقوموا بارتكاب جرائم بعد الضربة مباشرة وإلصاقها بالقوات المسلحة. دمار كبير وخسائر بشرية مروعة لحقت بالمركز دفعت مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة استغرقت نحو ساعتين، إلا أنه فشل بإصدار بيان يدين الهجوم، حيث قدمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية، إلا أن الولايات المتحدة عرقلت إصدار هذا البيان رغم إدانتها للقصف. بهذا التقرير ننهي مع حضرتكم هذه الجولة من استوديو الآن، وعلى رأس الساعة تلتقون مع الزميلة أي عبد الرحمن في نشرة إخبارية مفصلة. دائما ابقوا معنا.